مرحبا برج الثور، أهلا فيكم في قراءة هاي القراءة. بنشوف فيها شنو اللي راح خلال هالشهر يتحقق من أمانيك. في الجانب العملي عندنا الوظيفة، الورث، الأموال، وهنا عندنا الجانب العاطفي مع الشريك، شنو راح يتحقق، أيضا شنو التحذيرات. وفي نهاية الفيديو راح نشوف طاقة المنفصلين، ونشوف أي أبراج أكثر احتماليتهم يصير في رجوع خلال هاي الشهر. برج الثور، خلال هاي الشهر انت مقبل على انفراجه باذن الله، جدا كبيره جدا كبيره ضخمه، لان نبتدي بكارت برج الاسد الشمس. راح يمسكونك، راح تحصل على شيء كبير جدا، تمسك منصب كبير او تنعطى مسؤوليه كبيره ولكن جدا جيده، فيها الكثير من الخير. لا تنسى الشمس لما تسلط ضوءها على اي شيء يتضخم يتضخم، لو كانت وظيفة صغيرة راح تتحول إلى وظيفة كبيرة، لو كانت ترقية توها في البداية راح تحولك إلى بعد فترة إلى شيء جدا أكبر، لو كنت بتحط أموالك في مشروع أو في استثمار أو راح تستخدمه حتى في مشروع منزلي بسيط راح يتحول يتضخم بعد فترة، سواء في العمل أو حتى في أموالك الخاصة. ولكن مع هاي الطاقة في تحذير، نبتدي بتحقيق الأمنية. هذا مجرد أول شق من السؤال أو أول جزء من المعادلة. الجزء الأصعب المهم شلون نحافظ على الأمنية اللي حققناها. في أمنية راح تتحقق عندك، أن تنعطى فرصة، تنعطى وظيفة، تنعطى شيء مهم، كنز، لأن كرت برج الأسد الشمس هو كنز لونه ذهبي، هذا الكرت لونه ذهبي لون الشمس. ولكن في أشخاص عطلانين، في أشخاص عطلانين. لما أقول عطلانين، الشمعة كانت على وشك أن تحرق يدي، فهني على وشك أن تدخل أذية في حياتك من هاي الأشخاص العطلانين. أشخاص ما عندهم شغلة، ما عندهم مستقبل، ما عندهم طموح، ولكن يشوفون أن أنت هني عندك حصة، عندك جائزة، عندك وليمة، يريدون أن يأخذونها منك، يسوون نفسهم كأنهم كان لهم فضل عليك. إنزين، كان لهم فضل عليك في هذا الشهر. لا تحذر من الأشخاص اللي يساعدونك، اللي طالما ساعدوك مو هذا لين أهما. هني احذر من الأشخاص اللي قبل فترة كانوا ما يعرفون عنك شيء، ما في بينك وبينهم تواصل، ومرة واحدة، لأن هذا كرت المشردين، مرة واحدة تشوف إنه من سمعوا إنه صارت عندك ترقية، من سمعوا إنه أنت راح تبتدي مشروع أو راح يأتيك ورث، يصير في بينك وبينهم يريدون أن يصاحبونك، يريدون أن يكون في بينك وبينهم علاقة، يصيرون يترددون على حياتك، على منزلك. هذين الأشخاص، لأن بالنسبة لك، ليش أنا أحاول أعطيك مواصفات الأشخاص؟ لأن هذين أشخاص بالعادة ليسوا أصدقائك، مو أصدقائك ومو أهلك اللي بالعادة دائما كانوا حولك بالسراء والضراء، لا، هذين ما كنت مقرب منهم. وفي لحظة من تحصل، من يصير هني، شوف لما تشوف الشمس شيء واضح في النهار، من يطلع خبر ان انت راح تحصل على شيء، فتحت لك محل، فتحت لك بزنس، راح تبتدي مشروع مع احد، انزين هني عندنا كرت شراكة، تشوفهم يريدون ان يصبحون اصدقائك، يريدون حتى يمكن في البداية يمثلون، يريدون ان يتعاونون معك، يريدون ان مثلا يشوفون لك طريقة ان يساعدونك. هذين احذر منهم، اللي يجون يجلسون معاك ويدعون ان هم مثلا مدحوك عند احد، او مدحوا مشروعك عند احد، او هذا ايضا في هذا الكرت خمس الخماسيات، في اشخاص يدعون ان يستطيعون ان يساعدونك وهم ما يستطيعون لانهم فقراء مشردين. يقول لك لا والله نعرف احنا الشخص الفلاني، الشخص هذا مهم ونافذ وكبير وواصل، احنا نعرفه ونستطيع ان نساعدك ان تصل الى بابه. هذين الأشخاص تحذر منهم، لأن يريدون حصة من الكيكة، حصة من الكنز، حصة ثلاثة الأكواب. لو ما يقدرون أن يأخذون كل الكنز، كل الوليمة، كل الورث من تحت يدك، هاي الفرصة الجميلة أو فرصة العمر، بما أن هي شمس، فرصة العمر، باب كبير ينفتح لك، ولكن على الأقل يريدون أن يشاركونك. لو مو كلها بياخذون منها نصيب، فاحذر، بياخذون منها مثلا طاقة. هني شلون قاعدة تجيني طاقة اللي مثلا
انت تفتح لك مشروع جدا يكون له صيت هني سمعة، صيت وسمعة وينجح بسرعة. عندك هني شخص يتقرب منك مثلا بداعي ان يريد وظيفة، وانت بطيب قلبك يا ثور تعطيه وظيفة، توفر له وظيفة، لأنه شخص فقير، لأنه شخص معدم. ولكن يقولون لك دائما احذر من الشخص الجائع إذا أكرمته، إذا شبعته. فهني عقب فترة يعملون لديك، يخدمونك، يعملون في بزنسك، في مطعمك، يساعدونك. لكن تشوفهم بعد فترة يبتدون ياخذون، يسحبون من تحتك السجادة عشان يضعونها تحت أقدامهم، ياخذون مثلا يسرقون منك سر الوصفة، أو يقولون أمام المدراء، أمام الإدارة، أنهم كان لهم فضل، هم كانوا معاك، هم كانوا معاك قبل أسبوع لما أنت كنت تعمل بجهد على المشروع. راح ياخذون، يقدرون لو مو كله راح ياخذون جزء منه. فمحتاج من البداية أن تكون حذر، لا تثق في أحد خلال هالشهر. بقول لك ليش، خليك شكاك لما تشوف طاقة السيوف، ولو أن هذا الملك عادل ملك السيوف، ولكن هذا تقول لك لما تشك ما راح تخسر خلال شهر فبراير، لما تثق خلال شهر فبراير راح تخسر. الشك في هذا الشهر ما راح يبعد عنك الأشخاص اللي يحبونك، وحتى لو ابتعدوا بيكون ابتعادهم مؤقت، لأن فيها 8 الأغصان، رجوع سريع، ترجع العلاقات إلى مجاريها. ولكن إذا شكيت وما وثقت وصرت جدا حذر وجدا بخيل، حتى لو هاي الأشياء بالعادة هي صفات غير حميدة، ولكن في شهر فبراير محتاجها عشان تنجو من أشخاص جدا متلاعبين. احتمال كبير أشخاص هني برجهم ترابي، عذراء، جدي. أيضا قاعدة أشوف هني طاقة برج الحوت، الأبراج المائية، الحوت، السرطان، العقرب. أنا أعطيك أكثر الاحتمالات اللي قاعدة تأتيني. إنزين، ولو إن هني في نظر الشخص أو الأشخاص، مجموعة الأشخاص اللي مسؤولين أن يقدمون لك هذه الجائزة، هذا العطاء، هذه الترقية، ولكن هم يعرفون أن أنت المسؤول وأنت اللي صاحب الفضل وصاحب العطاء، ولكن في هني شيء يخص الكلام، أنه يصير كلام بدون علمك وراء ظهرك وانت غافلين لكم الله، وفجأة تلاقي ان اشخاص ابدا ما كان لهم الفضل ان يساعدونك في هاي المشروع، في هاي الخطوة، يدعون في ادعاء يصل الى ملك السيوف، ادعاء ان لا والله انا ساهمت مع برج الثور، انا لي حق في حصته. ننتقل الى الجانب العاطفي. برج الثور دائما تشوفوه، لأن دائما الطاقة تكون مشتركة، طاقة الحياة العملية نوعا ما تشوفونها تتواصل وتتصل بالحياة العاطفية. خلوني أقرب لكم عشان تشوفون الكارتات. هنا عندنا كروت الحياة العاطفية، عندكم فرصة أيضا سريعة. هذه الفرصة في الحياة العملية صار لها فترة قاعدة تجهز نفسها، تؤهب نفسها عشان تدخل حياتكم. ولكن هني لما نشوف نبتدي الحياة العاطفية بفارس النار، مو شرط ان الشخص مجاد ولعوب داخل في حياتكم، لا، ولكن فرصة سريعة للارتباط بشخص جيد، بشخص جديد، بعد شخص يمكن انت برج الثور معروف عنك. برج الثور يحب أن يختار الأشخاص ويعرف جيدا الأشخاص اللي يحيطهم بنفسه، ومو أي شخص يثق فيه بسرعة، ومو أي شخص يدخله في حياته بسرعة، انتقائي. ولكن هني في الحياة العاطفية عندك فرصة سريعة ستمر مرور السحاب، إذا اغتنمتها راح تظل الغنيمة عندك، وهي هاي العلاقة، هاي الزواج. أشوفها فرصة مثمرة، يعني لو علاقة راح تتحول إلى زواج، ولو زواج راح يكون بإذن الله زواج ناجح. ولكن طبيعتك الانتقائية، وأيضا في عامل ثاني خلال هالشهر، في عامل ثاني، في عندك شخص مقرب منك برج الثور، أخ، أخت، ابن عم، بنت عم، أوكي، صديق، صديقة، عندكم شخص مقرب. هني في وصل، شخص مقرب راح يفشل في حياته العاطفية، راح يتطلق أو راح ينفصل، وفي رابط
بين الشخص القادم الجديد هني في حياتكم أو فرصة الزواج الجديدة القادمة في حياتكم. المهم هني في شخص جديد، في رابط بين العلاقة اللي فشلت عند هذا الشخص المقرب منكم وبين حياتكم الخاصة، حتى لو ما كان في رابط، يعني مثلا لو ما كان في نسب. ولكن شوفوا، كأنما بعطيكم مثال، انتوا حين نعتبر ان برج الثور امرأة، انزين، فعندكم كأنما احد الاخوات راح تتطلق او اتطلقت في الفترة السابقة، مقرب منكم راح ينفصل، يفشل في حياته العاطفية، فلا تخلون هذا الشيء يزيد ويأثر على طبيعتكم الانتقائية، يخليكم تتخوفون زيادة من الارتباط، لأن المانع الوحيد بينك وبين هذه الأمنية اللي وجود الكوب الأول واضح لي يا برج الثور، أن أنت أيضا تتمنى هذا الشيء أنه يتحقق، تتمنى هذا الارتباط أنه يتم، ما شرط يكون شخص جديد. ولكن شوف، باب جديد، يعني في السابق نعم هاي الشخص موجود في حياتك، ولكن باب الارتباط فيه، فرصة الارتباط فيه، الكلام يفتح معاك حديث انه يرغب في الارتباط راح يكون جدا سريع، جدا مفاجئ. عندنا فارس وفارس النار، سريع مفاجئ غير متوقع، تونا نعرف بعض، صار لنا فترة او صار لنا سنة، ابدا ما كنت اتوقع انه يفتح معي حديث في الزواج وفي الارتباط، ينفتح الحديث، ينفتح الموضوع. ولكن برج الثور، ردة فعلك لهذا الشخص إيه اللي راح تكون مصيرية؟ أنا هذا الشخص اللي قاعدة أشوفه، إذا رفضته وتعذرت بأي شيء ثاني غير السبب الحقيقي، كأنما قاعدة أشوف إنه هو راح يفقد الثقة في علاقتكم. عندكم شخص نعم جاد جدا في طلبه، في رغبته تقرب منكم والارتباط، زين، كأنه يريد أن يقدم لك شيء هو يعرف أنك تتمناه، في عيد ميلادك أو في فترة عندك في حياتك فيها مناسبة يقدم لك أمنية أو هدية أنت تتمناها، الارتباط أو أي خطوة ثانية. ولكن مثل ما يأتي سريعا عرضه، مثل ما يأتي بسرعة وفجأة، أيضا راح يذهب سريعا إذا ما شاف من جانبك يا برج الثور التقبل. شنو اللي راح أنت يأثر عليك خلال شهر فبراير؟ مخاوفك الخاصة، لما نشوف كرت القمر برج الحوت، ممكن علاقة سابقة، مخاوفك الخاصة من الارتباط، تعذرك، لا والله ما أستطيع ارتبط الحين لأني كذا كذا، ما أستطيع أني ألاقيك الحين، ألتقي معاك، أسافر عشان أشوفك لأني كذا كذا. فهني إذا ما أخذت الفرصة بسرعة، لا تنسى عندك كوب أول ينتظرك، ولكن هذا الكوب ما راح يظل ينتظرك حتى لأكثر من يومين في نفس الحديث اللي ينفتح فيه هذا الكوب، ما رأيك يا برج الثور أننا نلتقي ببعض أو أننا نتزوج بعض؟ في نفس الوقت إذا ما كانت ردة فعلك مشجعة على قولتهم أن تختم الصفقة، تعطيه الموافقة، رح بسرعة يرد ينسحب العرض. زين، شنو المشكلة إذا رد انسحب؟ هل الشخص رح تنتهي العلاقة معه؟ لا، ولكن جدا يصير صعب بعدها أنه يرد يعطيك، رح يتأخر لحد ما يرد تصير جاهز، إنزين، ويعطيك هذا العرض. تعرفون مثال إن ساعات إحنا نقوم نذهب إلى السوق ونختار أو نشتري شيء إحنا مو مخططين له، نروح السوق إحنا مو مخططين إن نشتري شيء، نقع في غرام شيء، ممكن يكون مجوهرات، ممكن يكون ساعة، ممكن يكون ملابس. إذا تصرفنا بسرعة، اشترينا بسرعة، بعدين نرجع البيت، بعدين ندخل في طاقة أن نفكر، هني نفكر أن يا ربي شلون أنا استعجلت، لأن لما تعطي نفسك وقت معناتها راح تراجع نفسك. فهذا الشخص عندكم، شخص هني احتمال برج ناري، إذا عطيته وقت كثير عشان ترد أنت يا برج الثور، عشان أنت ترد على عرضه، فهني أهو كأنما بعد فترة بتشوف أهو يبتدي ينسحب، هو يبتدي يتراجع. عشان تدي أوقات وايد، حتى في التعليقات إذا تشوفون تعليقات على القراءات العاطفية في اليوتيوب، دائما نسمع أو نقرأ أن في مثلا شخص من بداية العلاقة بسرعة طلب مني أن أرتبط فيه، بسرعة فتح أبواب الزواج أو فتح الحديث عن ارتباط جاد، ولكن بعدين بسرعة ابتدى يتهرب، ابتدى ينسحب، مو لأن الشخص مو جاد،
العرض نفسه طريقته طاقته عرض سريع، خذه أو ارفضه. إذا رفضته وايد صعب إنه يرد يرجع لك بنفس الطريقة، مو مستحيل، صعب. فهني التحذير لك، لا تخلي مخاوفك هي اللي تتمكن منك خلال هالشهر. إذا أنت تريد هاي الارتباط، هاي الرغبة، هاي الاجتماع، وأيضا لا تخلي فشل اللي قلت لكم إياه في البداية، فشل الحياة العاطفية، الحياة الزوجية لشخص مقرب منك يؤثر على قرارك. حياتك منفصلة عن حياتهم، قصتك منفصلة عن قصتهم، وقدرك منفصل عن قدرهم. والحين يا برج الثور نشوف طاقة المنفصلين، هل راح يكون في رجوع؟ مو فقط هل راح يكون في رجوع، الغرض من ان نشوف طاقة المنفصلين خلال شهر فبراير نبي نحدد شنو اكثر الابراج اللي راح يصير في بينها وبين برج الثور رجوع خلال هالشهر، اذا كانت من ابراج الشريك. اوكي، خلينا نشوف يا برج الثور، لانه مو الكل راح يرجع في نفس الوقت، فخل على الاقل نشوف على حسب الابراج من اللي راح يكون فيه برجوع بينه وبين الابراج النارية. على الاغلب قوس او حمل، ما قاعدة تأتيني طاقة الاسد. الابراج الهوائية قاعدة اشوف هني الدلو والجوزاء. لو تلاحظون كل الطاقة دائما تكون متصلة عزاء المنفصلين، حتى الطاقات هني اللي اتتنا نبي منها عرض في القراءة العاطفية كانت تتردد فيها طاقة النار. نبتدي بفارس النار. انزين، خلنا نشوف ايضا one more card، شنو اكثر الابراج اللي راح يصير في بينها وبين برج الثور رجوع. شو قلت لكم؟ قلت لكم هني الدلو، هي طلعت، طلع كرت السيوف، ولكن الابراج الهوائية ثلاثة، محتاجين ايضا نضيق الخيارات. برج الثور المنفصلين، اللي ابي اقوله لكم ان شريككم في الفترة القادمة راح يحاول، في هني محاولة للرجوع، ولكن عنده مشاكل داخل حياته الخاصة، عنده عدم موافقة من الاهل، عنده عدم ظروفه ايضا ما تساعده. زين، يحاول انه يمشي موضوع الرجوع ولكن ما قاعد كأنه ما يحصل على موافقة. فهني شلون راح يصير الرجوع خلال هاي الفترة بإذن الله؟ كأنما قاعد يطلب منكم الشريك يا منفصلين أن يكون الرجوع فقط بينكم وبينه، نوعا ما سري، نوعا ما بدون معرفة الأشخاص المعارضين، ممكن تكون زوجة، ممكن تكون أهل، ممكن يكون أي أحد، ممكن يكون حتى معاملات وإجراءات رسمية ورقية هي اللي تصعب رجوعكم. فكأنما راح يطلب منك الرجوع، ولكن في الفترة هذه يطلب منكم أن يكون رجوع ولكن بشكل مثلا غير رسمي، تنتظر فترة لحد ما يصير مستعد أن مثلا يكتب عقد الزواج الرسمي مرة أخرى. عرفتوا؟ هذا الكرت يطلب منكم الصبر. أوكي، مو أن ترفضون عرض الشريك، ولكن الصبر، أنه كأنما إذا دعيتم إلى زواج سري، زواج عرفي، لا تستعجلون بعد فترة، لأن إذا صبرتوا، إذا أخذتوا العرض الحين رح يكون عرض سري، مو رسمي، مو مفتوح، ما فيه الكثير من الاستقرار، كأنما نرجع نوعا ما لنفس المكان اللي انتهينا فيه. ولكن إذا صبرنا وطولنا بالنا وقلنا للشريك، للشخص هذا، استعدين أن ننتظرك، رح تشوفون أن العرض بعد فترة يصبح أكثر جدية، يخلص من هاي الظروف اللي عنده، اللي شاغلته، اللي تمنعه، وبعدين يصير العرض أقوى. خلينا نشوف النصيحة لبرج الثور خلال هاي الشهر. وتحت الفيديو راح يكون في نموذج لطريقة المعلومات اللي تكتبونها عشان أجاوب على أسئلتكم. انظروا إلى النموذج، لو خفتوا أو حسيتوا إن راح تنسون أي شغلة. نصيحة لبرج الثور، Imagine. هذا الكرت برج الثور. كل إنسان، كل برج له تحديات خاصة. التحديات اللي أنت راح تكون فيها خلال شهر فبراير تحديات جدا تقليدية ومتوقعة للأبراج الترابية. أبراج الترابية مطلوب منهم أن يدخلون في طاقة الهواء. Imagine.
imagine، فكأنما تشوف. تعرفون طاقة التشاؤم إيه هي اللي راح تكون قاعدة تحاول تستفزك أو تختبرك في الفترة القادمة؟ إذا قدرت عليها قدرت أن تحقق ما في مخيلتك. لما نشوف هني كرت القمر، فيه مخاوف ولكن أيضا فيه أحلام، فيها أحلام لطالما، ولكن هل نجرؤ أن نحلمها؟ طاقة التشاؤم اللي حذرتكم منها زين في الحياة العاطفية والتأخر عن الجواب، وحتى هني زين طاقة أن ما تتوقع من الأشخاص الأسوأ، لا توقع منهم الأسوأ. النصيحة لك خلال هاي الشهر إن مو بس تحلم، هذا الكرت مو شجعك إن فقط تحلم، يشجعك أن تجرؤ، أن تجرؤ أن تتحدى طبيعتك الترابية زين، لأن إذا تجرأت أو أخذت مخاطرة خصوصا على الصعيد العاطفي، قاعد أشوف أن على المدى الطويل مو شرط في شهر فبراير، ولكن على المدى الطويل إذا صبرت وحلمت حتى لو شيء ما تتوقعه، قاعد أشوف أنه يأتيك شيء تتمناه لطالما تمنيته على المستوى العاطفي خصوصا. هذا كرت النجمة، كرت تحقيق الأمنية أيضا. هذا الكرت والطاقة اللي قلت لكم عنها، لا ترضون بالزواج السري، بالرجوع المؤقت، لأن في رقم 6 الرجوع المؤقت، وإنتوا إذا صبرتوا على المدى الطويل راح يصير رجوع وزواج وارتباط بشكل أفضل، بشكل يليق بكم برج الثور.